أيضا توني كروس أمامهم إسكو في الهجوم جارث بيل وبجانبه كريم بنزيما. فاليفيردي أول مباراة رسمية أمام ريال مدريد في الكلاسيكو يجد نفسه في هذه الليلة في وجه المدفع في وجه العاصفة في وجه زيدان. كيف يمكن أن يتعامل مع الموقف فاليفيردي؟ أي ليلة ننتظرها وأي كلاسيكو ومن سيكون نجم هذه السهرة؟ كل التحايا لكم سيداتي وسادتي جماهير في مباراة الذهاب. خاطئة وإسكو يلعبها تيرشتيغن. خطيرة الكرة الأولى من جانب النادي الملكي في وجود زيدان. إسكو يا إسكو يا إسكو يا جماعة إسكو، شوف إسكو ماذا يفعل بالكرة. لمسة المعلم الفنان إسكو لكازيميرو، مجموعة من التمريرات الاستقرار وما يفعل أفكار زيدان وما يقدمها بالتأكيد مع ريال مدريد. كرة تصل عند كارفاخال من هنا في أرضية ملعب كامب نو وأيضا في مباراة الرد في برنابيو. سواريز مع كرة، أول كرة من لويزيتو لكنها عند ناباس في أحضان ناباس. كرة خطيرة جدا لبرشلونة، تمريرة راب يعود مرة أخرى، كرة طويلة خلف المدافعين خطيرة باتجاه جارث بيل، فرصة لمدريد. أومتيتي تدخل في اللحظة الأخيرة، يا لها من كرة جميلة جدا. إسكو لاعبها باتجاه الله على اللمسة وفيدان داخل منطقة الجزاء بكرة عرضية، واحد على واحد إسكو يمر، إسكو يعطي، إسكو يلعبها لكنها في الشباك الجانبي، مرت وفي الأخير إلى ضربة مرمى لبرشلونة. ينبغي أن يحذر برشلونة جيدا من ترك إسكو لخلف منطقة الجزاء، يلعبها لدولوفيو البحث عن كرة عرضية تصطدم في الدفاع، يتدخل كارفاخال مطالبه بلمسة يد، كرة خلف مزيد شمامة بنزيما تغطية، تدخل عودة ليو، تدخل لكازيميرو، تدخل لكازيميرو، شوية عنف في جانب كازيميرو، كازيميرو يندفع على ليونيل وبعد ذلك الكرة لمصاعة برشلونة، الخطأ لبرشلونة. كل جماهير كامب نو وقفت وضعت ايدي، يعرف بالامسان الان ليو يحاول اختراق الدفاع، ليو امام اكثر من لاعب، تدخل وخطأ يحتسبه الحكم لمصاعه ميسي، خطا لميسي، تدخل كان في اللقطه الماضيه، امر مهم جدا في داخل ليو ان يسجل في الكامب نو لانه مضى وقت ليس بالسهل على ميسي بدون ان يسجل في هذا الملعب في الكلاسيكو. في الماضي كان لليو دور فيه، ميسي امام هذه الكره يلعبها، اعتلت العارضه وتحولت بعد ذلك إلى ضربة مرمى. ليس هو كل شيء، ولا أمر بمقولة أن اللاعب كل شيء في الفريق، هي منظومة ككتلة واحدة، لكن ميسي كان اللي حركها تقريبا. سجل الهدف الأول في الكلاسيكو، محاولة عرضية خطيرة من راس عدت، خطيرة جدا الكرة الأخيرة، خطيرة جدا الكرة الأخيرة، وبطاقة صفراء على بيكي، لمسها بيده بيكي، شوفها يحاول مارسيلو ما أكثر من لاعب، عرضية خطيرة داخل منطقة الجزاء، كوفازيتش يلعبها لكازيميرو، كازيميرو يلعب كرة لكنها سهلة، إنييستا يلعبها بيني، الله لمسة للبا، يا إلهي الله على الكرة، الكرة تصل مرة أخرى بيني عند سواريز، لويسيتو يحاول مرور، يلعبها الوانتو جميلة، سواريز مر، تغطية في اللعب خطيرة جدا لمصاعة ريال مدريد، إسكو يحاول يمر يلعب عرضية، كرة يا إلهي الله على اللمسة، الله على إسكو، إسكو يا جماعة إسكو، شوف اللي يفعل إسكو في مباراة اليوم، كرة في منتهى الروعة لبيل، خطيرة لريال مدريد، بيني لجارث بيل خطيرة جدا، وبكيف يتدخل أمام بيل يبعدها بعد ذلك، كرة وانتو جميلة بين سواريز وانيسا، جوردي ألبا عرضية، لكنك على تراجع مدريد في الدقيقة الأخيرة، يحاول مع كرة عرضية خطيرة بالراس لكنها بعيدة، وفي الأخير إلى ضربة مرمى محاولة جارث بيل من جانبي. نعم هكذا إذا سيداتي وسادتي الشوط الأول ينتهي بهذه الوضعية بتعادل في الكلاسيكو الذي كان في شوطه الأول كثير من الحذر من جانب الفريقين. لم يقدي على حضراتكم عبر قناة أون سبورت في هادلوب، يلعب سيلو، إسكو يلعبها
لمارسيلو المرينجي مع كرة عرضية كرة دخل المرينجي هدف أول لريال مدريد نعم نعم مرينجي جميل عرضية مارسيلو خطا من جانب بيكي يضع الكره في مرماه شوف مره اخرى اسكو وراء كل كره مارسيلو عرضيه بيكي يسجل في مرمى فريقه بيكي وليس غير بيكي وبالتاكيد بيكي الذي دائما ما يامل ان يسجل في مرمى ريال مدريد ان يتالق في الكلاسيكو خطيره لريال مدريد خطيره داخل منطقه الجزاء يلعب كره عرضيه هذا كريم مع اسكو خطيره لكريم بنزيما مر وكره لكارفاخال يبعد الدفاع الله الكره خطيره جدا لمصلحه ريال مدريد كارفاخال يساعدها المرينجي ينتفض المرينجي يهاجم الريال يلعب كره يلعب برشلونه تغيير سيتم كريستيانو رونالدو وستر كريستيانو سيأخذ دورة في هذه المباراة في برنابيو الكل يحييه ويحبه ويصفق له دائما بالتأكيد كريستيانو في الكاميرا يعني برشلونة تلعب عرضية محاولة ولكن راسية خطيرة يا بعد نماز خطيرة لمصلحة برشلونة هذا سواريز لسه أقول أنه ليس في أفضل حالات سواريز الرجاء سريع من لويسيتو أنا هنا من أجل أن أقدم الكثير للبارسا ميسي في الجبهة اليسرى داخل منطقة الجزاء اليوم عرضي أنا فين يخرج سواريز على الجهة اليمنى كرة ومحاولة داخل منطقة الجزاء سواريز وراموس وفي الأخير إلى ركنية ركنية لمصلحة سواريز لويسيتو واحد على واحد جارث بيل يبحث عن كريستيانو بكرة رائدة بعيدة من كريستيانو أراد هدف للتاريخ أراد هدف ليبقى في ذاكرة الكلاسيكو لكنها جاءت بعيدة وصعبة يا كريستيانو هنا عند كريستيانو بالكعب جميلة لمدريد جميلة هنا أسنسيو وإسكو وكريستيانو وداخل منطقة الجزاء تسلل على رونالدو تسلل على رونالدو في اللقطة الماضية هدف يسجل كريستيانو لكن يلغى بداعي تسلل نعم كريستيانو كان متسلل حاصر توني كروس واريز عدى مر جميلة لدينيس هنا لمصلحة ليو على حدود منطقة الجزاء قوية تصطدم في فاران يبعدها كارفاخال نزلت خطيرة للبارسا مرة سواريز يلعب كرة يا إلهي يا إلهي لا تسألوني كيف ضاعت ما تنسى بارسا أمام هذه الكرة لليو قوية ونيمار أي اليوم قوية من اليوم وسواريز وسواريز ركلة جزاء ماذا نعم نعم ركلة جزاء ركلة جزاء لبرشلونة بعد ضغط رهيب للبارسا بعد هجوم رهيب للبارسا يحصل سواريز على ركلة جزاء يعود البارسا لها من الدراما ويا لها من إثارة يا لها من إثارة ويا له من انتظار ليو ونافاس ليو ونافاس ميسي ونافاس ليو ونافاس ليو يعود ميسي وتعود برشلونة نعم يسجل ليو في مرمى ريال مدريد في الكامب نو من سب ولكن ليو يعلم جيدا ماذا يفعل كرة خطيرة هدف مقابل هدف وهذه كرة لمصلحة برشلونة مرتدة من جانب ميسي يحاول بينية وكرة فيها تسلل على سواريز فيها تسلل على سواريز في اللقطة الماضية يا لها من كرة خطيرة جدا لمصلحة برشلونة ولكن في الأخير كان في تسلل شوفها مرة أخرى من اليوم رونالدو على جهة اليسار رونالدو يحاول رونالدو يمر يلعب كرة عرضية سهلة الكرة الأخيرة على المرتدة على انطلاقة على اللمسة على إسكو على التمريرة نحو كريستيانو خطيرة لريال مدريد واحد على واحد رونالدو مر يلعب كرة كالما كالما كريستيانو الكبير في اليوم الكبير
يا له من هدف يا رونالدو، يا له من ضربة يا رونالدو. تبا لك يا كريستيانو، قلب الصغير لا يتحمل. شوف اللقطة الرائعة، شوف المرتدة، شوف اللمسة من إسكو والمرتدة السريعة. وين بيكيف؟ وين بيكيف؟ التغيير القادم، هذا هو الفرق، لأنه البارسا أسنسيو مر، أسنسيو يلعبها بينية خطيرة لكريستيانو، عدا وبعد ذلك طالت عليه. وحكم المباراة إلى ماذا يشير؟ إلى ماذا يشير؟ أوه، إنذار ثاني وطرد لكريستيانو رونالدو. نعم نعم، حكم المباراة اعتبر انه تحايل، تمثيل من كريستيانو، يستحق عليه انذار ثاني وبعد ذلك يطرد في هذه وعودة. بعد ذلك بينية لسواريز، لويزيتو يلعبها بعيدة يا سواريز، بعيدة يا سواريز، بعيدة يا سواريز، وفي الأخير إلى ضربة سيو خطيرة لريال مدريد. أسينسيو يلعب كرة، إلى أسينسيو، بوم، الله يا ولد، من أين لك هذا؟ من أين أتيت بكل؟ ليونيل ميسي، ميسي يلعبها خلف المدافعين عند سواريز، خطيرة جدا لكنها دينيس سواريز، بينية خلصها بعد ذلك كارفاخال، وكارفاخال يأمن عليها. صافرة الحكم تنطلق لتنهي أحداث هذا اللقاء في كاملو. ينتهي اللقاء، المباراة الرسمية الأولى لفاليفيردي بهذه الوضعية، بهذا